حياكم الله أعزائنا من جديد. معانا سعيد بن مبارك وهو أيضا مسؤول عن الفجري، مسؤول عن مشاركة هذه الولاية من خلال الفنون الشعبية التقليدية. أخ سعيد حياك الله. الله يحييك سادي عبد الله. كيف الله يبارك. الحمد لله بخير، الله يعطيك صحة. اليوم احنا شايفين مجموعة من الفنون، نبغى تشرح لنا للمشاهد الكريم. والله الاستعداد مبكر كان، احنا له سبب، يمكن ان شاء الله نحظى بتميز الاخوان، الكل ساهم والكل وقف وقفة مع الجمعية على اساس ان نظهر بمظهر مشرف للولاية. نعم. فالولايه اهم شيء انها تهم الجميع، لها سبب تكاتفت الجهود على اساس انه نظهر بالمظهر اللي انتم شايفينه الحين. غير الفنون ايش الاشياء اللي جايبينها؟ عندنا احنا استعرضناها امام الشاشه يعني. جزاك الله خير. طبعا عندنا النادي العلمي باشراف الاستاذ فهد محمد القويطعي، عندنا القريه المروريه اللي استضفناها هذه المره باشراف الاستاذ علي طالب الشيادي، عندنا القريه او الكشاف والمرشدات، يعني استحداث جديد يمكن عملناه، عندنا البيئة الزراعية بإشراف سيف الفقري. نعم. البيئة البحرية بإشراف يوسف خميس البلوشي جزاهم الله خير، مؤدين دور. الفنون الكل مؤدي دوره بالفنون الشعبية. عندنا يمكن حاولنا نقلص عدد الفنون، صعب ان نرضي كل الأذواق وكل الناس. المشاركة كانت يعني انه مطلوب منا عدد معين، واحنا ولاية زاخرة بالفنون، زاخرة ما شاء الله بالسكان، فيها اكثر من 102 قرية، عدد سكان كبير. حاولنا انه ناخذ بعض الفنون على اساس ان نبرز فيها ونأدي دورنا. وهذا ما واضح امامنا مجموعة من الفنون مجسدة في بيئات مختلفة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه المسابقة. الله يعطيك الصحة، الله يبارك فيك. شكرا سلام عبد الله. شكرا سعيد بن مبارك الفجري، والذي حدثنا أعزائنا المشاهدين عن المشاركة التي يعني حضرت لبرنامجنا من ولاية السويق. متواصلين، وعسى إن شاء الله الله يقدرنا ويعني نطلعكم على كل هذه المشاركة الطيبة لولاية السويق.